أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنت ضربتين في الصومال ضد تنظيم داعش، ما أسفر عن قتل أفراد من التنظيم. وقال أنتوني فالفو المتحدث باسم القيادة الأمريكية لأفريقيا إن الضربات هي الأولى ضد المتشددين في الصومال، حيث سمح الرئيس دونالد ترامب للبنتاغون بشن عمليات لمكافحة الإرهابيين جواً أو براً لدعم الحكومة الصومالية.